الحين ماسك تايم، بحط ماسك على وجهي. ماسك غريب، مو اول مرة استخدم هذا الماسك، بس هذه ماركة ثانية. شوف الحين بوريكم ماسك ايش فايدة هذا الماسك. يعطي البشرة جلو، لما بعد ما ينشال طبعا، يعني صراحة مرة حلو إحساس الماسك. بنات هذا الماسك اللي هو الماسك المغناطيس أو الماسك الأسود، فمصنوع من رماد البركان أو البراكين. فإيش يسوي الماسك نفسه؟ يدخل في المسامات، ينظف المسامات وينظف منها بقايا المكياج والأوساخ وهذه الأشياء، ينظفها ويسكر المسامات، يخليها يعني مو واضحة، فيسكر المسامات. هذا أول شيء. ثاني شيء، شفت الخطوط اللي مثلا على الجبهة أو عند الفم؟ يشيل الخطوط مع الاستعمال، يشيل هذه الخطوط. بعد ما يتنظف الوجه من الأوساخ وهذه الأشياء، الماسك يبدأ يغذي الوجه ويرطبه، يعني تحس البشرة نفسها مترطبة، يعني متغذية، فيها لمعة حلوة، لمعة صحية، فمرة حلو. آخر شيء يسويه إنه يعطي البشرة الشاحبة اللي ما فيها لون، يفتحها أو يعطي فيها نضارة، نضارة مرة حلوة. فتخلوه مدة 2 إلى 3 دقائق والحين بشيله خلاص. فأحلى شيء في الماسك إنه ينشال بكل سهولة، فما يعني يعذب. فوق ينشال بهذه مغناطيس، يعني هذا كانه حديد وهذا مغناطيس، فينشال. شوفوا معها كيس، ادخل الكيس هنا وابدأ اشيل الماسك، ينشال بكل سهولة. وهذه الحركة بنفس الوقت تشد البشرة فما يكون فيها خطوط. بس اني صرت بيضة بزيادة. بس لا كان هذا الشي صار مرة فيه. شوف الحين شفتوا المادة السوداء هذه والماسك الأسود، هذا اللي يدخل في المسامات وينظفها ويسكرها. ثاني شيء، بعد ما ينشال الماسك الحين في مادة على وجهي، هذا ايش تسوي؟ هذا تغطي البشرة و ترطبها، يكون فيها ترطيب. فبعد الماسك امسح وجهي، احس صار نظيف.